بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في أكاديمية مدارس وروضة رؤى الفاروق. طلاب الأعزاء، صف تاسع، اليوم درسنا بالتربية الوطنية، الدفاع المدني والمخابرات العامة. وفي هذا الدرس رح نتعرف على نشأة الدفاع المدني والمخابرات ومهام كل منهما. النشأة ومهام الدفاع المدني. متى كانت نشأة جهاز الدفاع المدني؟ في عام 1953 ميلادي ألف وزير الدفاع هيئة الدفاع المدني التي تتألف من ماذا؟ من رجال في العاصمة ومراكز الأروية والأقضية وكافة مدن المملكة، إلى أصبح جهاز مستقل، يعني استقل في عام 1970. المهام التي يقوم بها الدفاع المدني: القيام بعمليات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف، توفير وسائل الإنذار من الغارات والكوارث الطبيعية، الكشف عن المتفجرات وتحديد مناطق وجودها، الإشراف على إنشاء محطات المحروقات ووكالات توزيع الغاز السائل، تحديد التدابير الوقائية ووسائل الحماية الذاتية للغابات، وتدريب فرق تطوعية على أعمال الدفاع المدني. الآن إن أكاديمية الأمير الحسين بن عبد الله للحماية المدنية، تعريفها هي صرح علمي متميز ومتخصص في مجالات الدفاع المدني والحماية المدنية، تمنح درجة البكالوريوس في 3 تخصصات هي هندسة الإطفاء والسلامة، إدارة الكوارث، الإسعاف الطبي المتخصص. ما أهداف أكاديمية الأمير الحسين بن عبد الله؟ أولاً، عقد مركز دولي فعال ومتخصص في علوم الدفاع المدني، عقد دورات متخصصة في مجالات الدفاع المدني، إعداد كفاءات علمية مؤهلة ومتخصصة في علوم الدفاع المدني، تأهيل مرتبات الدفاع المدني وإكسابه من الخبرات والمهارات والتدريبات لبلوغ درجة الاحترافية، ترسيخ مفهوم الوعي الوقائي ونشر ثقافة الدفاع المدني لكافة شرائح المجتمع. المخابرات العامة، ما المقصود بدائرة المخابرات العامة؟ هي مؤسسة مكلفة بموجب القانون هدفها الحفاظ على الأمن الوطني وحماية مصالح الأردن. متى تم إنشاؤها؟ في عام 1964. مما يتكون شعار دائرة المخابرات العامة؟ يتكون من التاج، إكليل الزيتون، طائر العقاب، الدرع، الأفعى، السيفين، وشريط مكتوب عليه الآية وقل جاء الحق. مكافحة التجسس. الواجبات التي تقوم بها دائرة المخابرات العامة: مكافحة التجسس، جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها لصانعي القرار السياسي، مقاومة التخريب المادي ومكافحة الإرهاب. المهام والعمليات الاستخبارية في سبيل أمن المملكة وسلامتها. الأعمال التي يكلفها بها رئيس الوزراء بأوامر خطية. أما أهم المنطلقات التي ترتكز عليها دائرة المخابرات العامة، فأولاً تنطلق من الإدراك العميق لمفهوم الأمن الوطني الشامل. يعتمد الأمن الوطني على منعة المجتمع وتعزيز عوامل قوته الذاتية لتوفير الحياة الكريمة وضمان الأمن. الاستناد إلى إرث وطني عريق ترسخ على فهم النهج والتقاليد. الأمن والاستقرار لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الحرية والنماء للمواطن الأردني. الانفتاح الموضوعي على كافة مؤسسات المجتمع المدني. وهيك بكون انتهى درسنا اليوم. دمتم في حفظ الله ورعايته.